الرياضية السعودية مكة المكرمة الشرايا، حيث مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، والاسبوع الثالث عشر لدوري كأس سيد الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الوحدة فرسان مكة هنا على أرضية ملعب النار وبقيادة هذا الرجل السيد كارينيو، يستضيف الفيصلي عناب سدير في لقاء ضمن لقاءات الأسبوع الثالث عشر. إذن وإياكم لحظات قليلة ما قبل صافرة هذا الخبير المجري السيد فيكتور كاساي، الرجل الذي يقود لقاء الليلة ويقود هذه المواجهة والتي تأتي وحيدة في هذا المساء هنا في يوم الجمعة. أجواء أيها السيدات والسادة تبدو رائعة حقيقة هنا في مكة المكرمة، وفي انتظار لقاء يكون ممتعا من كلا الجانبين، من يتقاربا في مراكز جدول الترتيب ومن يبحثان أيضا عن تحقيق النتيجة الإيجابية والنقاط الثلاث والقفز أيضا عدة مراكز للأمام. بهكذا طموح قد جاء شاموسكا البرازيلي وأيضا كارينيو الأوروغوياني للقاء الليلة. لحظات ما قبل البداية إيغور روسي، يوسف نياكاتي وبقية الأسماء التي سوف نذكرها مع صافرة فيكتور كاساي، الرجل الذي يقود لقاء الليلة، الخبير ذو 44 سنة والقادم من المجر، ومن سبق له أن قاد نهائي دور الأبطال هنالك في القارة الأوروبية في عام 2011. لحظات ما قبل انطلاق لقاء الوحدة والفيصلي، من يأتي سادسا هو صاحب الأرض والدار، ومن يتقدم بفارق النقطة عن الضيوف في لقاء الليلة. كارينيو يا لعيب، هذا الرجل ذو الشعر المجعد، ومن يقدم أسابيعا وليالي رائعة بجانب فرسان مكة. عبد الله زوري الخبير الكابيتانو الظهير الأيسر في قائمة فرسان مكة، الكل ينتظر صافرة هذا الرجل الواضح أمامك في الصورة. أحاديث ما بين وما بين غرفة الفار التي يتواجد من خلالها الهولندي السيد كيفن بلوم في لقاء الليلة. صافرة المجري فيكتور كاساي جات، سمير حسن المعرفي واصفا معلقا يصطحبكم للقاء الوحدة والفيصلي. لدينا قائمة أسماء لاعبو الفريقين، دعونا أولا نبدأ بقائمة فرسان مكة، بقائمة الوحدة التي تشهد غياب واحدا من أمتع وأجمل لاعبي الدوري. الحديث يأتي عن سلمو الذي يغيب عن لقاء الليلة، لكن لدى الوحدة عبد الله الجدعاني بحراسة المرمى، بعد ذلك لديهم ريناتو وبوتيا أسكور وزوري في خط الدفاع الوحداوي، وسط الملعب محمد الجني وليد باخشوين كمحوري ارتكاز ولتعويض غياب انسلمو، وايضا في جابر عيسى الذي يغيب هو الاخر على صعيد محور الارتكاز. ماركوس جاليرمي حاضر في وسط الملعب، كاريك جودوين ايضا هو الاخر يتواجد في قائمة كارينيو، امشار القحطاني، والحديث دائما ما يأتي في خط المقدمة عن المالي الفرنسي يوسف نياكاتي الذي يأتي بخط المقدمة. جانب الآخر قائمة أسماء الفيصلي للقاء الليلة، مصطفى ملائكة بحراسة المرمى، يتواجد حسين مسعود بالإضافة إلى خالد الغامدي، محمد قاسم، إيغور روسي في خط الدفاع
لدى عنا بستير، لديهم ويليام، بالإضافة أيضا إلى رولي. حديث أيضا يأتي عن لويس جوستافو، يوسف جبلي، خالد كابي، وأيضا هنا الكرة تبعد من جانبي الدفاع. سيلفا هو الآخر يأتي في خط المقدمة لدى الفيصلي، ماركوس غاليرمي، وكرة تمر إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. تقارب على صعيد النقاط، فارق النقطة يجعل من هذه المواجهة تكون في غاية الإثارة المنتظرة. أيضا في نفس التوقيت كل فريق يبحث عن إحراز النقاط الثلاث، الوحدة بعشرين نقطة، الفيصلي بواحد وعشرين نقطة على صعيد جدول الترتيب في مسابقة الدوري، دوري كأس السيد الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. اقتربنا من منتصف الطريق، اقتربنا من منتصف المشوار، التقارب يأتي على صعيد المراكز الأولى في جدول الترتيب. كل هذه الأمور تجعل كل فريق في غاية الحرص على تحقيق الانتصار وعلى جمع النقاط. مصطفى ملائكة يلعب كرة أمامية، محاولة بالجانب الأيسر، أصغر في صراع مع لويس جوستافو، الكرة تمر بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية. الفيصلي يشهد تفوقاً كبيراً في لقاءات الفريقين من خلال دوري المحترفين، يملك الأفضلية، يملك الرقم الأعلى من الانتصارات، بينما الوحدة في الآونة الأخيرة حينما يقابل الفيصلي سواء هنا في مكة المكرمة أو هنالك في المجمع، الأمور لا تبدو بشكل إيجابي في لقاءات من أمام الفيصلي. كرة بتعود روسي إلى مصطفى ملائكة، بمبدأ الأمان يبعد كرة بشكل غير جيد، محمد قاسم يلعب كرة أمامية، خالد كابي على الجانب الأيمن، حلم يغيب في قائمة الفيصلي، وكما ذكرنا انسلم في جانب الوحدة بالإضافة إلى علي جابر، أو عفوا علي النمر وجابر عيسى. هكذا هي الغيابات في قائمة الفرسان. كرة تلعب، بوتيا، فواز سكور يبحث عن كرة بوسط الملعب، 13 أو 12 لقاء خاضها الوحدة من خلال الجولات الماضية، بعدد أقل من اللقاءات يأتي الفيصلي والذي لعب 11 لقاء من أصل 12 في الجولات والأسابيع الماضية. الأسترالي جودوين واحدا من العناصر التي تعطي الإضافة وكل الإضافة في جانب الفريق الوحداوي. الكرة من لويس جوستافو، نقلة أمامية لم تصل لدى يوسف جبلي، الكرة تعود برأسية حاضرة في الدفاع، والإبعاد يأتي من جانبي رافائيل دي سيلفا. رولي المدافع الواضح أمامك في الصورة، الأسرع في خط دفاع الفيصلي. كلا الطرفين لديه خط دفاع جيد، لديه حضور إيجابي على الصعيد الدفاعي، ثمة أرقام متشابهة متقاربة في كلا الجانبين، وتكافؤ حاضر على صعيد الطرفين. نقطية كما ذكرنا، فارق النقطة يأتي للوحدة 21-20. روح على الأهداف والجوانب الهجومية، تجد بأن كل فريق جاء ب14 هدف في الجولات الماضية، أي أن الوحدة هجوميا يتساوى مع الفيصلي على صعيد الأهداف. دفاعيا تكلم، 12 هدف في مرمى الوحدة، 11 في مرمى الفيصلي. كرة من يوسف نياكاتي حاضرة بالجانب الأيمن،
فواز سكور يلعب كرة بينية وليد بحشوين ماركوس غاليرمي وسط تراجع من دفاع الفيصلي واصلة لدى جودوين يلعب كرة عكسية اصطدمت وبعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية لدى جودوين ركلة ركنية لدى الوحدة. 8 دقائق تمر من زمن إحداث شوط اللقاء الأول. تعادل السلبي وهو الذي لم يسبق أن حضر في لقاءاتهم. جودوين يلعب الكرة العالية الإبعاد يأتي برأسية محاولة من جانبي وليد خالد كابي المرتدة ومحمد الجرمي والكرة بعد ذلك تتحول إلى رمية جانبية. محمد الجرمي الذي مثل الهلال ومثل الشباب ويرتدي قميص الوحدة ويستعين به السيد كارينيو لتعويض غياب سلمو. سلمو صاحب الأعمال الكبيرة في الوحدة وصاحب الأدوار الكبيرة في الوحدة يغيب عن هذا اللقاء، يتواجد في مدرجات ملعب الشرائع هنا لمتابعة ومشاهدة هذا اللقاء. كرة بالوسط خالد الغامدي على الجانب الأيمن، مرة أخرى تعود في الوسط، كرة تلعب بجانب لويس، محاولة التمرير بجانب جوستافو، لويس جوستافو اللاعب الذي تأتي الأخبار باقتراب رحيله من الفيصلي. نعم هنالك وفي الساعات القليلة القادمة ربما يحدد مصير هذا النجم بعد قضاء لسنوات عديدة بجانب الفيصلي يقترب من الرحيل. كرة بالكاب لم تصل لدى لويس جوستافو، يتغير اتجاهها وتصل بعد ذلك لدى ماركوس غاليرمي. اقتراب من فترة الانتقالات الشتوية، أسماء تقترب من الرحيل وأسماء أيضا تقترب من المجيء على صعيد عددا من الصفقات المنتظرة في مسابقة الدوري. خالد الغامدي، خالد يعيد كرة للخلف، واصلة لدى محمد قاسم، محمد قاسم بدورة لدى لويس جوستافو يقع على أرضية الملعب، الكرة واصلة في محاولة وتمرير بجانب لويس رولي، جودوين، وليد بخشوين، جودوين يبحث عن كرة طولية لدى يوسف نياكاتي لكن لم تصل، وصل بدورها لدى مصطفى ملائكة. 11 هدف في مرمى ملائكة، 12 هدف في مرمى عبد الله الجدعاني وفي مرمى الوحدة، لأنه في فترات ماضية كان هنالك الجزائري مصطفى زغبة لكن في الفيصلي الاستقرار يأتي على صعيد حراسة المرمى بتواجد مصطفى ملائكة. كرة تلعب لدى خالد الغامدي في الجانب الأيمن، كابي بدورة يبحث بكرة بينية، استلام لدى يوسف جبلي، تدخل بتوقيت مناسب من جانب محمد القرني في الوقت المناسب، القرني أبعد كرة عادت لدى الفيصلي، محاولة لدى لويس جوستافو بالتمرير لا زالت خطيرة بينية وبعد ذلك تصل لدى عبد الله الجدعاني. كرة تصل لدى عبد الله الجدعاني، حارس المرمى الواضح أمامك في الصورة حينما يأتي الحديث عن مواجهات الفيصلي والوحدة في السنوات الماضية. نصل إلى اللقاء رقم 11 تاريخية في مواجهة الدوري، 10 لقاءات سابقة جمعت ما بين الاثنين. البدايات كانت في شهر 8 من عام 2010، كان اللقاء الأول
ما بين الفريقين يافيم تركساي، وجاء بتعادل إيجابي بثلاث أهداف مقابل ثلاث. فيكتور كاساي يتحدث مع فواز سكور، يطالب بالهجوم. كرة بتعود وليد مخشوين، وليد يعيد كرة حاضرة لدى عبد الله الجدعاني. 13 دقيقة من زمن احداث شوط اللقاء الاول، الامور تستمر بالتعادل السلبي. كارينيو الاوروغوياني الرجل الطامح لتقديم الكثير بجانب الفريق الوحداوي، وايضا لاحضار الوحدة في مراكز لم يسبق ان حضر من خلالها، وتحقيق ابعد نقطة مع الفريق الوحداوي بجانب هذا الرجل كارينيو الخبير والعارف بأسرار الدوري حينما يكون الحديث عن الأوروغوياني كارينيو. كيف ولا وهو يأتي للمرة الثالثة للدوري، نصر أولا شباب ثانيا والوحدة ثالثا، ثلاث محطات للسيد كارينيو. غودوين محمد القرني بالمنتصف، لا يمكن لكفة أن تميل على الأخرى. من يراقب الفريقين ومن تابع وشاهد لقاءات الفريقين يعلم جيدا التقارب الكبير ما بين الفيصلي والوحدة. يوسف نياكاتي الكرة في اشتراك، بعد ذلك فيكتور كاساي يشير للاستمرارية ولعدم وجود خطأ، ويمنح رمي التماس لدى الوحدة بالجانب الأيسر. عبد الله الزوري ينتظر زملائه، الزوري لا زال على التفير، يعيد كرة للخلف واصل لدى ريناتو البرازيلي، وبجانبه البرتو بوتيا صمم الى امان قلبي الدفاع لدى الفريق الوحداوي. زوري بتمريره خالد كابي في اللقطة الماضية، الثنائي الذي سبق واللعب سويا. وأتحدث مع الفريق الهلالي هنالك في العاصمة الرياض في فترات الماضية. وليد بخشوين، محمد القرني، كرة بدورة واصلة لدى ماركو جاليرمي، جاليرمي والمرور، يعطي كرة بالجانب الأيمن، فواز بكرة، الدفاع يبعد كرة يوسف نياكاتي، محاولة وحدوية كانت في غاية الخطورة، بعد ذلك مرت إلى خارج أرضية الملعب. يوسف نياكاتي بعد الكرة من ماركو جاليرمي وفوز سكور، شوف الكرة والمحاولة، الدوران من يوسف والإبعاد يأتي من إيغور روسي بالكرة الماضية. خالد كابي دائما لقاءاته ما تكون ممتعة، دائما ما تكون بهذا الإيقاع بهذه الصورة، لقاءاتهم لا تعرف السلبية، لقاءات الوحدة والفيصلي لم تنتهي تاريخيا بالتعادل السلبي، الأمر الذي يرجح وبصورة كبيرة رؤية الأهداف. ونياكاتي كرة تصدت، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية، لابد من أهداف في لقاء عنا بزدير وفرسان مكة. هنا الهدف نياكاتي، الضربة الركنية لدى غودوين، تحركات داخل منطقة الجزاء في الوقت الذي يتحدث فيكتور كاساي. غودوين يعلي كرة على ارتقاء من ريناتو جاليرمي مع يوسف جبلي، جبلي بدوره يبحث عن كرة أمامية لا وجود لأحد لذلك، هي لدى القرني، القرني لوليد بخشوين، تعاد لدى غودوين، الوحدة يبحث من خلال الربع ساعة الأولى. ريناتو الزوري بالجانب الأيسر، الكرة العكسية، محاولة ارتقاء وصافرة بعد ذلك، وقرار يأتي من جانب كاساي. فيكتور كاساي حكم يملك خبرة عريضة، كيف ولا وهو من قاد
نهائي دوري الأبطال في 2011 هنالك في لندن، هنالك في الملعب الشهير حيث ملعب ويمبلي، في لقاء كان ما بين برشلونة ومان يونايتد. كان ذلك اللقاء الذي يعتبر هو الأشهر، هو الأبرز في مسيرة هذا المجري فيكتور كاساي. محمد قاسم، كرة تمر إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، 3-3 في 2010 أول اللقاءات في دوري المحترفين. وآخر اللقاءات كان هنا الموسم الماضي في ملعب الشرايا للفيصلي، هدفين مقابل هدف، جونيور يومها بهدفين، وأوتيرو مرحل عن الوحدة جاء بهدف الوحدة في ذلك اللقاء. سوري حضور جماهيري جيد بعض الشيء في مدرجات ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية. كرة حاول محمد قاسم يبعدها، بعد ذلك تعود للخلف ألبرتو بوتيا، فواز سكور، أفضلية نسبية على صعيد الاستحواذ للفريق الوحداوي. يوسف نياكاتي يعود للخلف، يا لاعب على مهارة، على ثقة، على تمرير لدى ماركوس غاليرمي. غاليرمي لزوري، العرضية منتظرة، ونياكاتي الكرة بعد ذلك تبعت من يوسف نياكاتي، قام بدور المدافع وهو المهاجم في الكرة الماضية. جبلي، خطأ لألبرتو بوتيا في الوقت الذي كان من خلاله فيكتور كاساي قريبا، ولذلك لم يتردد في احتساب المخالف. خطأ واضح في الكرة الماضية. كرة تعود بجانبية رافائيل سيفا، ثبات عناصري على صعيد خط الدفاع، الأمر الواضح على صعيد قائمة الفريقين، سواء لدى شاموسكا البرازيلي أو لدى الأوروغواياني. السيد كارينيو، الأمر الذي يعطي كل هذه الأفضلية، يعطي كل هذا الثبات، ويعطي كل هذا الاطمئنان. كرة تعود للخلف الجانبي لويس رولي، رافائيل سيلفا، 50-50، ما فيش حد أفضل من حد على صعيد الاستحواذ وبلغة الأرقام في 20 دقيقة تمر. لا زال التعادل السلبي هو العنوان الأبرز. كرة بتلعب، إيغور روسي يرسل كرة أمامية، خالد كعبي من اليسار اليمين، ألبرتو بوتيا بنية جسمانية، ثقة، تحصيل على الكرة الماضية، وبعد ذلك يلعب كرة للأمام. بتعود حسين علي منصر، ضغط يأتي في اللقطة الماضية من جانب شارل قحطاني، أيضا هو الآخر يأتي لتعويض غياب علي النمر. ليلة غيابات محاور في الجانبين، خلف في جانب الفيصلي ومحورين يغيب في الوحدة، النمر وينسلمو، ولكن يحسب للفريق الوحداوي تواجد عديد من العناصر لتعويض الغيابات. يغيب انسلمو، يغيب علي النمر، عندك القرني ووليد باخشوين لدى فرقة الوحدة. كرة عرضية، بوتسيا يبعد كرة قاسم، تعود لدى محمد القرني، القرني بمبدأ الأمان يعلق كرة بالوسط، خالد الغامدي يعيدها مرة أخرى، استلام من جانب حسين علي منصار، ماركوس غاليرمي يلعب كرة تصد في قدمي يوسف نياكاتي من الخلف، ما شافها ولذلك وقع في الكرة الماضية. محمد قاسم الظهير الأيسر يلعب كرة بينية أرضية بلا عنوان، وبينة الجانب ريناتو،
وبناتي إلى رمية جانبية. عدد من اللقاءات التي أقيمت في نفس في مسابقة الدوري وعدد من المواجهات أبرزها الهلال والحزم، التعادل الذي جاء من جانب في ذلك اللقاء. نصر يتصدر جدول الترتيب ب 26 نقطة، خلف يأتي الأهلي ب 23 نقطة، ولديه لقاء مؤجل من أمام الهلال. بعد ذلك الرائد، رائد التحدي، من حقق انتصارا على العدالة في الأمس يصل إلى 23 نقطة ويتقدم وبخطى ثابتة لعدة مراكز لمقدمة جدول الترتيب. تعاون 22، الهلال 21، ولديه عدد من اللقاءات الموجهة. عبد الله الجدعاني، ذلك يأتي الوحدة والفيصلي في المركزين السادس والسابع، يحقق الانتصار الوحدة، يصل إلى 24 نقطة، يقفز المرتبة الثانية. فيصلي إذا جاء بالفوز يتعادل نقطيا مع الأهلي والرائد. عبد الله زوري، زوري كرة تصطد في أو تبع من جانب رافائيل دي سيلفا، سافرة من كاساي على جودوين، إيغور روسي قائد كابيتانو، عدد من السنوات بجانب الفيصلي. خالد الغامدي يبحث عن تمريرة، وصل لدى لويس جوستافو، لم تكتمل، تعود مرة أخرى في الوسط لدى إيغور روسي في الجانب الأيسر، تمريرات الفيصلي، محاولة من جانب يوسف جبلي، وسط تراجع من لاعبو الوحدة، كرة تصل لدى عبد الله زوري، جودوين والانطلاقات، جودوين والتحول الهجومي، يقع الاسترالي، خطأ من خالد الغامدي، التدخل كان حاضر من الغامدي على كاري جودوين، اللاعب الذي يحقق أكبر عدد من الصناعة في الفريق الوحداوي من خلال اللقاءات 12 الماضية لدى الوحدة. وليد بخشوين وقع على أرضية الملعب، سلامات وليد، يشكو من إصابة، لاعب الذي بالمناسبة جدد عقده مع الفريق الوحداوي لمدة 3 سنوات وحتى عام 2023. يا كارينيو، شابوسكا وحديث حاضرة مع لويس رولي، جماهير الوحدوية العاشقة والمتيمة بالأحمر والأبيض الحاضرة في مدرجات ملعب الشرايا، جماهير التي تأمل بتحقيق الانتصار في لقاء الليلة، حضور على كافة الأصعدة، ويكند يوم جمعة، استراحة من الاختبارات، عائلات، النساء، الرجال، الأطفال، الكل يتواجد من أجل الاستمتاع بكرة القدم والاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة حقيقة في مكة المكرمة. شوف التدخل من لويس جوستافو أو من لويس سيرولي على إثر وقع على أرضية الملعب وليد باخشوين. 27 دقيقة مشاهدينا متابعينا عبر الرياضية السعودية، تمر من لقاء الوحدة والفيصلي، المواجهة رقم 11 فيما بينهم في مسابقة الدوري. ذكرت أنها 10 لقاءات في دوري المحترفين، 8 انتصارات لعناب ستير، 8 انتصارات للضيف الذي يأتي إلى مكة في هذا المساء ويقابل تعادلين أيضا كانت حاضرة في اللقاءات 10 الماضية. تقول للوحدة عند انتصار
في دوري المحترفين. أقول لك لا، لم يحقق أي انتصار في منذ عام 2010 حينما يقابل الفيصلي. قبل 2010 قبل 2010 كانت هنالك انتصارات وحدوية آخرها في الدوري عام 2006، وراح نتكلم عن ذلك الانتصار والذي كان حاضرا ما بين للفريق الوحدوي. يوسف نياكاتي يلعب كرة لدى جنيرمي، محمد قاسم يتدخل وفي الوقت المناسب، يتدخل في اللحظة المناسبة. بعض اللحظات لا تقبل التأخير، وقاسم لم يتأخر من أمامي ماركوس جاليرمي في اللقطة الماضية. الكرة تعود وحدوية، زوري بناء الهجمة يأتي عن طريق ريناتو، وليد بخشوين، ويلي يبحث عن زميل، يجد فواز سكور لكن أقوى من اللازم، أطول من اللازم. الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب من جانب وليد بخشوين. مستويات والحضور والأداء الرفيع الذي يقدمه وليد بخشوين أجبر الفريق الوحداوي على الإمضاء مع وليد، على التوقيع مع وليد قبل فوات الأوان، ويبقى وليد بخشوين لثلاث سنوات قادمة بجانب الفريق الوحداوي. ريناتو الكرة من المدافع للمدافع، واصلة بالوسط لدى حسين سعود، بتروت إيغور روسي، محمد قاسم بالقدم اليمنى من ثم اليسرى من ثم اليمنى، تعود مرة أخرى بالوسط، محاولة إخراج كرة للأمام، رافائيل سيلفا، الكرة من الغامدي، التدخل من ريناتو، جبل يخطف كرة، يتقدم، يحاول الزوري في الطريق قبل أن تصل لكابي، تعود وحدوية لكنه سيلفا مرة أخرى بكرة عرضية، ومن ثم فواز سكور في الكرة الماضية. من يقع على أرضية الملعب هو وليد باخشمين، والإشارة تأتي بأنه لن يستطيع يا كارينيو أن يكمل اللقاء. نعم كارينيو يشير بأنها ربما تكون كدمة في لدى وليد لا تستوجب مغادرة أرضية الملعب، لكن وليد باخشوين يشير بأنه لن يستطيع إكمال اللعب. سلمو يغيب، وليد بالإصابة ربما يغادر. أي إشكالية لديك يا كارينيو؟ أي حظ أيها الأوروغوياني؟ وليد باخشوين ربما بالتشاور مع الجهاز الفني. هذا الوقوع الأول، شوف الإعادة، شوف اللقطة. إذا ربما وليد باخشوين يغادر أرضية الملعب. هنالك عدد من الأسماء في قائمة البدلاء لدى كارينيو، بلا أدنى شك إن ما غادر وليد خروج مؤثر، نقص مؤثر على الفريق الوحداوي بلا أدنى شك. صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة، هذا التدخل من خالد الغامدي على جودوين، كاريك يكسب مخالفة، ركلة حرة مباشرة، لعله أن يكون هنالك تغيير قادم. نعم ركان الشملان، ركان الشملان بديلا لوليد باخشوين الذي يترك أرضية الملعب ويغادر في هذا التوقيت. خروج بلا أدنى شك أنه مؤثر، ركلة حرة مباشرة.
كاريك يعلي الكرة على بعد يأتي من جانب سيلفا تعود لمسه ولا من الشاري واصلة إنياكاتي يقع في التسلل وبعد ذلك ركلة حرة غير مباشرة. يوسف إنياكاتي يقع في التسلل رايح حاضرة موجودة من جانب جورجي ريني حكم المساعد الأول ريفيكتور كاساي. نصف ساعة ودقيقتين وربع تمضي أيضا بعدها لا زال التعادل مستمر. خالد الغامدي يلعب كرة أرضية وبينت بفواز يوسف جبلي يأتي يقع من دون التحام. ماركوس قلم يخطف الكرة محمد القرني من يتواجد بجانبه ربما شان القحطاني كم حوري ارتكاز بعد خروج وليد بخشوين. كنا نتكلم عن خمسة نحاور في الوحدة اليوم ثلاث مصابين واثنين يتواجدوا في أرضية الملعب. خطأ يأتي من جانب ماركوس غاليرمي وبوتيا على لويس غوستافو الذي كما تحدثت على أخبار تأتي عن اقتراب رحيله من الفيصلي بعد عدة سنوات قضاها. هذا اللاعب قدم فيها الكثير لعنابستير ولعله أن يكون صديقا لخصم اليوم. أتحدث هنا عن الفريق الوحداوي لويس غوستافو لعله أن يكون صديقا في الغد للفريق الوحداوي. كرة ثابتة تلعب عالية وصلت بعد ذلك لدى عبد الله الجدهاني. جاء سهلة من جانب لويس غوستافو. محمد القرني الخطأ مرفوع في هكذا مكان. بعد كرة جاءت مع ويليام جونيور آخر ما سجل في لقاءات الفريقين هنا على أرضية هذا الملعب. لديه ثنائية في الموسم الماضي ولذلك أيضا هو ينتظر أن يكرر ذلك. غوتوين جماهير الوحدة تساند. ركان الشملان استلم. ركان الشملان لازال يقف على كرته يعيد بعد ذلك لدى مشاري. تمريرات وحدوية تعود تصل لدى بوتية بدورة لدى فواز سكور اللاعب الذي أيضا يقوم بأدوار هجومية في الجانب الأيمن بتعليمات من كارينيو. مشاري كارينيو تنظيم دفاعي لدى الفريق لدى الفيصلي يصعب كثيرا من الوصول لذلك تلاحظ التمريرات وتلاحظ إعادة الكرة للخلف والبحث عن طريق يصل من خلاله إلى مرمى الفيصلي. زوري ريناتو شيفيز يلعب كرة بالعنوان أقرب إلى لويس. ضغط من ماركوس غاليرمي خطأ واضح وصريح. أنا اللي في أعلى الملعب شايفك يا ريناتو أو يا ماركوس فما بالك بالقريب. ولبعض خطوات فيكتور كاساي خطأ واضح من ماركوس غاليرمي. شوط لقاء ولينقضي أغلب دقائق وفي انتظار العشر دقائق الأخيرة هل من هدف قادم أم أن التعادل يستمر؟ كاريك غوتوين يقع وكرة تفتك من خالد الغامدي. بعد ذلك خطأ آخر يأتي لمصلحة خالد كابي. حديث ما بين الزوري وما بين حكم اللقاء. شوف هنالك عناصر قادرة على صناعة الفارق في كلا الجانبين. عناصر تمتلك الخبرة. عناصر أيضا لديها
عدد كبير من اللقاءات ينتظر منها الأداء في أرضية الملعب. عناصر سبق وأن لعبت وارتدت شعار العديد من الأندية التي حققت لقب الدوري وتنافس دائما على لقب الدوري. تكلم عن الهلال، عن الاتحاد، عن النصر، عن الأهلي والعناصر الحاضرة في الفريق. كان الشملان من النصر، سوري كان في الهلال، جرميم كان في الهلال، وليد بخشوين كان في الأهلي، محمد قاسم كان في الاتحاد، خالد كابيب الشباب والهلال. هذه العناصر التي أقصدها وهذه العناصر التي أتحدث عنها. خالد الغامدي أيضا كان هنالك بجانب كارينيو مع النصر ولقب بطولة الدوري. لكن اليوم هو يواجه كارينيو، يقابل كارينيو، ركان الشملان، مرور، تمرير، وقال ارمي ماركوس يلعب كرة بعيدة وكل البعد تمر إلى خارج أرضية الملعب. كارينيو وعتب على الكرة الماضية، مجهود فردي من ركان، وماركوس غاليرمي يرسل الكرة بهذه الصورة لتعتلي وتمر من أمام مرمى مصطفى ملائكة. 7 دقائق أو 6 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي. يوسف جبلي كساي يأمر بالاستمرارية، كرة تبع من أمام ركان الشملان، ركان يلعب في مكان مشاري ومشاري يعود. خالد كابي استمرارية وكرة تمر من جانب حسين مسعود إلى خارج أرضية الملعب. خالد كابي رغم أنه تعرض للإعاقة من محمد القرني إلا أنه فضل الاستمرار. الادفانتج كان موجود من جانب كساي، شوف 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 وقف رغم أنه تعرض للإصابة، مرر والكرة اجتازت وبطاقة صفراء على محمد القرني نالها بعد الخطأ الذي ارتكب مع خالد كابي. سلامات خالد كابي، واضح تأثر بالتدخل من جانب محمد القرني، يتلقى بطاقة صفراء. الأمور تزداد صعوبة في وسط الملعب على الوحدة بعد إصابة وليد بخشوين. تعرض محمد القرني لبطاقة صفراء، ناهيك عن الظروف والغيابات التي سبقت اللقاء. كرة لدى ماركوس غاليرمي طالت مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لدى الفيصلي، الفريق الذي حقق الفوز على الاتحاد في الجولة الماضية، بينما الوحدة تلقى الخسارة من أمام التعاون هنالك في بريدة بهدفين مقابل هدف. كل فريق يبحث عن 3 نقاط، استمرارية في الانتصارات إنما جاءت لعناب سدير، وعودة لسكة الانتصارات واستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية على أرضية ملعب بالنسبة للوحدة. الكرة خالد كابي وفواز سكور لا زالت مستمرة، لم تعبر. التدخل يأتي من بشار القحطاني، خالد كابي من اليمين لليسار. في الوقت الذي مشاري القحطاني هنا غضب، عتب من الجهاز الفني، عدم رضا على قرارات النجري. فيكتور كساي الذي يتجه بدورة لإعطاء البطاقة لأحد أعضاء الجهاز الفني بجانب كارين. لويس غوستافو، غوستافو على الكرة الثابتة، يلعب كرة عالية وبتمر وتبعد من الدفاع إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية للفيصلي. ويليام جونيور، كارينيو، 3 دقائق على نهاية الشوط اللقاء الأول. لويس غوستافو
على الركلة الركنية القائم الأول. الكرة تبعد من الزوري ويليام، وبعد ذلك تصل سهلة إلى عبد الله الجدعاني. فرصة كان السانحة للتقدم للفيصلي لم تستغل. الكرة جاءت من جوستافو، يوسف جبلي حول الكرة، بوتيا كان أقرب من أمام رافائيل وأبعد الكرة الماضية. بتعود لويس بالكرة بينية لدى ويليام جونيور، التغطية من ريناتو، المحاولة لا تزال قائمة. جبلي كرة اصطدت، عادت وصلت، الوقوع من ريناتو، جبلي على اليسار، الكرة بتتعلى، ولويس جوستافو بهذه الصورة يرسل كرة لتعتلي ولركلة مرمى لدى الوحدة. هذا لويس جوستافو، وهنا شاموسكا. أيام قليلة يدخل من خلالها لويس جوستافو الفترة الحرة 6 أشهر، والأخبار تقول بأنه لعل الفيصلي يستغني عن لويس جوستافو في الفترة القادمة، وهنالك أسماء لعلها تكون قادمة. حتما أن هنالك أسماء سوف تكون قادمة لتعويض الأسماء الراحلة. حمد قاسم يأخذ كرة بعد ذلك، تميرة، ريناتو، جدعاني، ريناتو بعد ضغط من ويليام جونيور، كرة بالوسط لشاري بنظرة من ثم إلى الجانب الأيسر، ماركوس غاليرمي ينتظر انطلاقة الزوري، الزوري ولكن التغطية تأتي من رافائيل سيلفا، كان أقرب رافائيل سيلفا. ويليام جونيور دوران بعد ذلك، تدخل وإعاقة من موتيا، وبطاقة صفراء ثانية. البطاقات الصفراء تأتي تباعا على الفريق الوحداوي. محمد القرني هنا الآن، بوتيا صريحة واضحة من بوتيا، وقرار سليم من فيكتور كاساي. الثواني الأخيرة للشوط اللقاء أول، في انتظار الوقت البدل الضايع. لم يكن هنالك وقت بدل ضايع كثير، ولذلك أتوقع بأن كاساي سوف يمنح دقيقة واحدة في ساعته لوقت بدل ضايع. فواز سكور يبعد كرة إلى رمية تماس، محمد قاسم ينتظر ويبحث عن أحد زملائه، قاسم، لويس جوستافو يقترب، يعطي كرة لدى جونيور، جونيور لكابي، ريناتو أقرب، ريناتو لدى دي سيلفا، يبقى وحيدا في الكرة الماضية، لا وجود لأحد لاعبي الوحدة. بعد ذلك تعود حسين مسعود، يعلي كرة محمد قاسم بالمهارة، بالمرور، بالدخول من العمق، قاسم مر من 1 و2 ولا زال، وكرة طالت وبعد ذلك تتحول إلى ركلة ركنية. ثلاث دقائق احتسبها فيكتور كاساي. لدينا ضربة ركنية لدى الفيصلي، سوري وجبلي ولويس جوستافو على تنفيذ الركلة الركنية. جوستافو يلعب كرة عالية، خروج يأتي، وبعد ذلك خطأ لمصلحة الجدعاني. إيغور روسيب خطأ على المدافع بعد اشتراك مع عبد الله الجدعاني. هنا الإعادة للقطة عبد الله الجدعاني وأيضا إيغور روسيب. شوط أول خلوني أقول متوسط، شوط أول خلوني أقول لم يكن بذلك السوء، ولم يكن أيضا بذلك الإمتاع. شوط أول بلا أهداف ما بين الوحدة والفيصلي. نلعب في لحظات الأخيرة، لويس جوستافو انطلاقة من الجانب الأيمن، لويس جوستافو ضغط يأتي من جانب ريناتو، المخالفة من جانب شيفيز، لاحظ الأخطاء المرتكبة من جانب لاعبون وحدة،
من خلال الدقائق الأخيرة. هنالك بعض التوتر. في الجانب الوحداوي واضح على تدخلات اللاعبين، واضح أيضا استماع للصفرة من كساي. يوسف جبلي يلعب كرة عالية رأسية مرت، إيغور صد الفزوري عبرت، وبعد ذلك الكرة إلى ركلة مرمى، كرة إلى ركلة مرمى. أكثر من لقطة تشوف فيها إيغور روسي يتقدم للأمام، نادي المساندة أيضا بالإضافة إلى رافائيل دي سيلفا. جدهاني عبد الله يرسل كرة أمامية، كان يبحث عن جودوين، تبعد إلى رمية تماس. فواز سكور، ما هي التدخلات؟ ما هي الحلول التي ربما تحضر لدى كارينيو ولدى شاموسكا في شوط نلملم أوراقه في شوط؟ وإياكم نستمع لصافرة النهاية فيه ونغلق ملفه هنا بصافرة فيكتور كاساي. تعادل سلبي ما بين الوحدة والفيصلي هنا في أرضية ملعب الشرايع. بلا أدنى شك أن تفاصيل هذا الشوط وأمور الفنية هنالك لدى طاولة الزميل العزيز محمد الخاتم والكباتن الخبراء لديه في الاستوديو. شوطي اللقاء كانت هنالك الاحاديث، كانت هنالك ايضا التوجيهات من جانب كارينيو ومن جانب ايضا السيد شاموسكا للاعبين. وهنا شوط لقاء ثاني ننتظر ان يكون مختلف عن نظير شوط اللقاء الاول، ننتظر ان يكون بصوره اكثر ايجابيه، ننتظر الاهداف حقيقه سواء بالقميص الابيض للفيصلي او بالقميص الاسود الوحدة. كرة على الجانب الأيسر، ركان على الجانب الأيسر، ركان الشملان، ركان يحاول يلعب كرة لدى زوري، زوري مر، زوري يلعب كرة ذكية، ومحمد قاسم يبعدها في التوقيت المناسب. أسكور شوط لقاء ثاني يبدأ بنوايا هجومية، شوط لقاء ثاني يبدأ بنوايا واضحة من كلا الجانبين، كل فريق يبحث عن الوصول لأبعد من النقطة التي من النقاط التي يملكها الوحدة من أجل الوصول إلى النقطة 24 وليحل ثانيا خلف النصر الذي يتصدر، بينما يبحث الفيصلي عن مساواة نقاط الأهلي والرائد. زوري، عبد الله زوري، لا تغييرات تبدوني من كلا الجانبين. الوحدة أجرى تغييرا اضطراريا في شوط اللقاء الأول بخروج وليد باخشوين بداعي الإصابة، وجاء بديلا عنه راكان الشملان، بينما شاموسكا لحتى الآن يحتفظ بالأسماء التي بدأ بها اللقاء. لديه العديد من الأسماء في قائمة البدلاء، لديه أحمد كسار، لديه حسين أنور، لديه علي معدي، لديه رمزي صولان، أحمد أشرف، عقيل بلغيث، عبد العزيز الدوسري، عوض سكور، وأيضا أحمد العنزي. عوض سكور شقيق فواز سكور الحاضر في خانة الظهير الأيمن
لدى الوحدة وفي ملعب اللقاء. كرة وتدخل من كارين جودوين، وبعد ذلك الصافرة تأتي والبطاقة الصفراء أيضا تظهر من جانب فيكتور كاساي. فيكتور كاساي ينتظر وقوف رافائيل دي سيلفا من أجل إعطاء البطاقة الصفراء، بطاقتين صفراء في شوط اللقاء الأول. لقطة باسمة تأتي ما بين دانيال كارينيو وما بين المجري فيكتور كاساي، حكم دولي منذ 14 عام، حكم دولي منذ حكم يتواجد في مجال التحكيم منذ فترة طويلة تقارب 16 عام ربما، لأنه بدأ في 2003 السيد فيكتور كاساي. هذه اللقطة التي منح على إثرها رافائيل دي سيلفا أروت البطاقة الصفراء، تدخل قوي وعنيف بعض الشيء على جودوين الأسترالي. من يقف خلف تنفيذ الكرة الثابتة؟ جودوين، تقدم حاضر لبوتية، الكرة تلعب، ترسل عالية، الرأسية من بوتية، اعتلت ومرت. بوتية من تقدم للهجوم في اللقطة الماضية، اعتلى يا كارينيو، ارتقى أيها الأوروغواياني، لكن الكرة مرت ومرت إلى ركلة مرمى لدى مصطفى ملائكة، مرت لدى مصطفى ملائكة في الوقت الذي كارينيو يعطي تعليماته وتوصياته لقائمة البدلاء من أجل إجراء حركات الإحماء. هنالك لديه عبد القدوس عطية، راضي العتيبي، عبد الرحمن اليوم، ياسين حمزة، فيصل درويش، ساري عمرو، محمد الصياري ومحمد سفياني في قائمة البدلاء لدى الوحدة، والاستعانة ربما تكون باسمين بعد أن أشرك ركان الشملان. إمشاري للقرني، القرني بنقلة وكرة اصطدت في يوسف جبلي. من شاهد شوط اللقاء الأول بلا أدنى شك أنه في حيرة لإعطاء الأفضلية لفريق على حساب الآخر. الوحدة والفيصلي مو بس في شوط اللقاء الأول، طيلة الدوري حتى في الموسم الماضي تشعر بالتكافؤ والتشابه أيضا فيما بين الاثنين. اليوم عندنا الوحدة سادسا، الفيصلي سابعا في جدول الترتيب، وهي ذات المراكز التي كانوا عليها في الموسم الماضي وأنهوا بها الموسم الماضي مع تبادل المراكز. فيصلي كان سادس، الوحدة كان سابع، هكذا هي أمور الفريقين. منطقة الدفء، المنطقة الحاضرة في منتصف جدول الترتيب، دائما ما تكون مواقع لهم على صعيد الترتيب. الكرة من القرني، استلام من ركان، أرضية لدى زوري، عائدة لدى كاري جودوين. الوحدة يبحث ما بداية شوط اللقاء الثاني، هنالك مخالفة وصافرة تأتي من المجري لمصلحة الوحدة. 6 دقائق، خطأ لكاري جودوين، آخر 4 لقاءات في الشرايع، آخر 4 لقاءات في مكة للوحدة، لا يعرف فيها سوى الانتصارات، يبحث أن يحقق انتصاراً آخراً، انتصاراً خامساً من خلال هذا اللقاء. كاري جودوين والاستفادة من الكرات الهوائية، لعبت، الرأسية تأتي من جونيور، بعد ذلك تعود للخلف، القرني كنترول تمرير، الكرة باليسار، جودوين يلعب كرة مباشرة، الإبعاد يأتي من رافائيل دي سيلفا. رافائيل دي سيلفا، الوحدة يضغط، الوحدة يتقدم، الوحدة يبحث، أصل الكرة عندنا، لافتة مرفوعة في مدرجات ملعب مدينة الملك عبد العزيز. الجمهور يساند، الجمهور يعازر، يامل في رؤية فريقه في المقدمة،
يامل في رؤية الوحدة بالنقطة 24، يامل أيضا مجملا بأن ينهي الوحدة يا كارينيو موسيما بوضعية لم يسبق لهم أن وصلوا إليها. الوحدة الغائب لسنوات عن البطولات، الوحدة الغائب لسنوات عن الألقاب، وهو الفريق العريق والفريق المتوج بعدد من البطولات، كأس الملك الذي توج بها في البدايات. هذا الفريق الذي له ثقله، له قيمته، أخرج العديد من النجوم وقدم العديد من الأسماء لكرة القدم السعودية. يشتاق الوحداوي لمعانقة الألقاب، لمعانقة الذهب على صعيد فريق كرة القدم. محمد القرني عنده بطاقة صفراء، لذلك يجب أن يكون أكثر هدوءا. كرة تعود لدى رافائيل دي سيلفا، سيلفا يبحث عن كرة أمامية، محمد القرني بعد ذلك وقوع وصافرة وخطأ. حديث يأتي ما بين فيكتور كاساي، شوف يقول له عندك بطاقة صفراء لذلك يجب أن تكون حذر. محمد يقول له ما راح أتكلم أبدا، ما راح أتكلم أبدا، خلاص أوكي. بطاقة هنا خطأ، مخالفة تأتي بعد ذلك. كما ذكرت أفضل مراكز الوحدة كانت في عام 2007 في تحقيقا للمركز الثالث، كانت أفضل مراكز الوحدة، بطل مرتين على مسابقة كأس الملك في 57 وفي 1966، فريق الذي جاء وصيفا أيضا هنالك لخمس مرات لفترات متباعدة. هكذا تبدو أمور الوحدة على صعيد مسابقات كرة القدم. ثالث في الدوري 2007 أفضل مراكز، بطولة كأس الملك لمرتين، تبقى أبرز الإنجازات لدى الفريق الوحداوي. الكرة تبعد من رافائيل، عودة من محمد القرني، إيغور روسي وصلت لدى كاريك، غياب سينومو واضح جليا تأثيره على الفرسان. ركان يلعب كرة، التمريرة ذكية، السكور أرضية وبعدت من إيغور، لا زالت مستمرة. غاليرمي الغامدي، كاري جودوين يقع، المطالبة بركلة جزاء، وكساي يشير إلى الاستمرار. غضب عارم وفار وترقب في الشرائع، هل هنالك قرار يا كساي؟ هل هنالك قرار من غرفة الفيديو؟ التحقق من الحالة، الكل ينتظر، وكساي يشير للاستمرار. لا ركلة جزاء، لا وجود لمخالفة، أسكور وقع، جونيور ياخذ كورة، مرة أخرى يحاول، خالد كابي على اليسار، الإثارة بدأت، الهدف يقترب، الأرضية ابتعدت، كرتها براسية ومرت إلى خارج أرضية الملعب. لقطة أوقفت الكل، جهاز فني، إداري، جمهور في الشرائع. هذه اللقطة التي وقع فيها جودوين بعد اشتراكه الحاضر من أمامي. بونيفيسيا لويس، لكن القرار يبقى لحكم اللقاء فيكتور كاساي. محمد قاسم يبحث بكرة، ركان الشبلان، وقوع يأتي، هل يكون تعادل ثالث أم فوز وحداوي أول أم انتصار تاسع للفيصلي في مواجهاتهم؟ الأمور لا تزال بتعادل وبنتيجة لم يسبق لها أن حضرت في مواجهات الوحدة والفيصلي. محمد القرني بالكرة، حاضر لدى شاري، شاري سعد لدى جودوين بالقدم اليسرى،
اصطدمت في دي سيلفا. ماركوس غاليرمي يعيد كرة للخلف، الوحدة يقترب، ودي سيلفا يبعد كل شاردة وواردة عن مرمى ملائكة. الكرة في الوسط، محاولة لدى ريناتو، الزوري، الوحدة ومحاولة امتلاك الكرة، إعادة الكرة للخلف. كما ذكرت أربع انتصارات وحداوية من أصل سبعة هنا في مكة، يحقق الانتصارات بصورة أكبر على ملعبه، خارج ملعبه فقط لديه ثلاث انتصارات. جودوين يلعب كرة ذكية، يحاول يوسف نياكاتي الإبعاد، لا يحضر جودوين، غاليرمي للخلف، حائرة نياكاتي، وكرة فيها راية وتسلل، وبعد ذلك ركلة حرة غير مباشرة. الوحدة هجوميا يبدو بصورة أفضل على التي كان عليها في شوط اللقاء الأول. هذا يوسف نياكاتي، المدرج يتفاعل، المدرج الوحداوي يقوم بدوره بهذا التوقيت. سامعين؟ بقيادة المخضرم العام عاطل المونكي. وقوع لدي سيلفا، شوف كارينيو يقف في المنطقة المخصصة. كارينيو الذي بانفعالاته بستايل المعتاد، مدرب حماسي يملك جرينتا عالية، هكذا هو كارينيو، عرفنا وتعهدنا أيضا منذ أن أتى للمرة الأولى لدورينا هذا الأوروغوياني. الكرة تبعد من جانب فواز سكور، فواز ظهير أيمن، عوض شقيقة ظهير أيمن، الاثنين يأتوا في مركز الظهير. الموضوع شكله وراثي لدى عائلة سكور وخانة الظهير الأيمن ما بين الاثنين، يعني كان ممكن واحد منهم تشوفه مهاجم والثاني ظهير، لا الاثنين ظهير، يأتوا في خانة الظهير والأيمن كمان. عوض وفواز، هنا ركان الشملان، الاسم الذي تدرج وتدرب وتمرس لدى من يتصدر جدول ترتيب الدوري النصر. كرة تلعب وعائدة للخلف لدى لويس جوستافو، جوستافو بينية كابي وقع، الكرة تخلصت أمامية الشملان ونياكاتي، سريع يوسف، مر يوسف، نياكاتي ينتظر، الكرة لدى جودوين، المحاولة للوحدة في الأخير تفتقد لخطورتها. وين يا الكرمي وين؟ أقرب إلى محمد قاسم ولم تصل لدى سكور. ماركو غاليرمي، مر البرازيلي، كنترول مفقود، ضابط السرعة عند ماركو غاليرمي راح فيها، شوف حاول وبعد ذلك وقع في اللقطة الماضية. مثبت السرعة، عطلان عند ماركو غاليرمي. الكرة تبعد من إيغور روسي، الدقيقة 62، التعادل مستمر. يا من تتابع وتشاهد قنوات الرياضية السعودية، الجولة والاسبوع 13 من دوري سيدي كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين. الكرة باليمين لدى دي سيلفا، نقلة بعد ذلك خالد الغامدي، لا اراه في النواحي الهجومية، ما شاهدنا الغامدي بانطلاقاته وواجباته الهجومية. قاسم كذلك يرسل كرة لمن أقرب إلى خارج أرضية الملعب. لم نشاهد خالد الغامدي الجانب الهجومي، أيضا قاسم على النقيض من زوري، وأيضا سكور ما رأيناهم على فترات في جانب الفريق الوحداوي، لكن حتما كل ذلك يأتي بتعليمات
من جانب المدربين سواء شاموسكا أو كارينيو. كرة لدى رافائيل دي سيلفا الأصلع يلعب كرة واصلة لدى لويس غوستافو. غوستافو ريناتو يحفن على كرته يأخذ كرة ريناتو. جودوين اعتماد واضح على جودوين. أحمد أشرف أرى أمامي ورقة قادمة من جانب شاموسكا. أول التغييرات في الفيصلي هو أحمد أشرف، هو الآخر اسم قادم من الهلال للفيصلي يبحث من خلال شاموسكا عن تعزيز النواحي الهجومية، عن إظهار النواحي الهجومية، عن إعطاء مزيد من الفاعلية في الجانب الهجومي للفريق لدى الفيصلي. غادر خالد كابيب بعد أن قلع طاب، يأتي بديلا عنه أحمد أشرف من يؤدي نفس الأدوار، من يقوم بنفس المهام داخل أرضية الملعب ولدى سي شاموسكا. خالد الغامدي، سوري، ريناتو حاولت إخراج الكرة للأمام. محمد القرني يعطي كرة لدى مشاري، الوحدة والجانب الأيمن، انطلاقات سكور وماركوس، لكن لويس غوستافو يحاول بالمهارة الفردية يعيد كرة للخلف. لعلك تراه بلون أسود أو باللونين الأحمر والأبيض بعد الفترة الشتوية، يتحدثون عن اقترابه، عن انتقاله، لكن الأمور حتى الآن لم تحسن بالنسبة للبرازيلي غوستافو. شنو غوستافو بينما هنا بونيفيسيا لويس. سوري ومحاولة وقوة لدى يوسف جبلي. ريناتو يعيد الكرة لدى عبد الله الجدعاني. لم نرى محاولات أو أي خطورة تذكر على مرمى الجدعاني، أيضا على مرمى ملائكة. 51 مقابل 49، أفضلية طفيفة نسبية قليلة للوحدة لا تذكر، تعد في تكافؤ حاضر من كلا الجانبين. جودون يأخذ كرة، يعطي التمريرة بالخطأ لدى جبلي، وحدة بوحدة. خاطئة من جبلي، بعد ذلك خاطئة من جودوين. الاستلام من خالد الغامدي، جبلي بالوسط يعيد كرة للخلف لدى دي سيلفا، لا زالت مستمرة. أحمد أشرف لمسة أولى، بعد ذلك خالد الغامدي مع زوري، الأسماء صاحبة الخبرة. الغامدي يعطي كرة ذكية، الإبعاد من السكور وتشتت من جانب مشاري، أبعدت من جانب مشاري. جودوين يعطي كرة بلا عنوان إلى خارج أرضية الملعب. ذكرت بأن الأفضلية في دوري المحترفين للفيصلي منذ 2010 بثمانية انتصارات، وأكبر انتصار للفيصلي وأكبر النتائج هي 4-3 في 2012 في المجمع، ذلك اللقاء الذي يعد صاحب النتيجة الأكبر. يومها كان بجانب الفيصلي تلك الأسماء الحاضرة، بدر الخراشي، عبد الله المطيري، وتايس ماها. بينما من جاء بأهداف الوحدة السوداني محمد أحمد بشام والسلطان النمري في المجمع في لقاء النتيجة الأكبر. لكن آخر فوز وحداوي ولو كان ما قبل دوري المحترفين أيضا كان في المجمع وبعيدا عن الشرائع. عودوا بالذاكرة لعام 2006، يومها 2-1 للوحدة، جاء بها عيسى المحياني، طلق المحيا بجانب حماجي للوحدة وسعد الزهراني للفيصلي. يا هي أسماء مرت ولعبت وتواجدت. عيسى المحياني الحاضر في الجهاز الفني لدى الفريق الوحداوي، واحدا من أمتع وأجمل الأسماء التي قدمتها أو قدمها الفريق الوحداوي للكرة السعودية.
محاولة وكرة تبعد. وحدة قدم عديد من المهاجمين، قدم عيسى، قدم ناصر، الشمراني، اختار فلاتة على سايد خط الهجوم. أحمد أشرف يحاول الآن يبحث الهجوم، يوسف جبلي، الكرة لدى الفيصلي، يبحث النابي سدير، يقتربون، كرة عالية، علي بن بوتية، تسديدة، وصل السهلة إلى أحضان عبد الله الجداني. كانت سهلة في اللقطة الماضية من جانب حسين علي بنصر. زوري جودون يعطي كرة بالخطأ، بونيفيسيا لويس، كرة تمرت، واضح العطاء المبذول، جهد المبذول من جانب محمد القرني في وسط الملعب ومحور الارتكاز، يحمل على عاتق الكثير من المتاعب بعد خروج وليد بخشوين من كان يتواجد بجانبه ومن كان يقاسم أيضا كل هذه المتاعب وكل هذه الصعوبات في مركز المحور. وليد الذي غادر في وقت مبكر. قرني يوسف نياكاتي لا يظهر حتى الآن، لكنه إن ظهر سوف يزور الشباك وسوف يصل للشباك، يظهر في ثواني، يظهر في لحظات، يظهر ليصل إلى الشباك يوسف نياكاتي. محمد قاسم يعيد كرة لدى حسين علي بنصر. لويس صعوبة كبيرة في الصناعة والاقتراب من جانب الفيصلي. لويس يلعب كرة بهذا الشكل، كرة سهلة لدى الجدعاني. 70 دقيقة، أيوة السيدات والسادة، 20 دقيقة متبقية، تعادل مستمر في الشرايا، والشوط الثاني لا يختلف عن شوطه الأول، ولو أن بدايته كانت برتم أسرع، كانت أيضا بأداء أفضل، سرعان ما عانت الأمور لما كانت عليه. شوف اللقطة، هذا بشاري وخالد الغامدي والمخالفة، فيكتور كساي يتحدث مع جودوين، يبدو أنه حديث فيه غضب من فيكتور كساي، وكثير من الحدة أيضا ما بينه وما بين جودوين. شخصية الحكم وقوة الشخصية أمر لابد منه. خالد الغامدي، محمد القرني في الإبعاد، كرة تقطع واصلة لدى يوسف نياكاتي، طالع لجودوين على اليسار لدى الوحدة، جودوين، كاريك بكرة ونقلة للجانب الأيمن، واصلة فواز سكور لدى محمد القرني، المحاولة وحدوية ماركوس غاليرمي، بعد ذلك تأتي بالجانب الأيمن، عودة وتراجع بالكامل من جانب لاعبو الفيصلي، إغلاق كل المنافذ، إغلاق كل الطرق الموصلة إلى مرمى ملائكة. جاري ركان الشملان، تدوير وتمرير وبحث مستمر، قاسم إلى ماركوس، تعود مرة أخرى للوحدة ريناتو شيفيز. لقاءات مثل بهذا الشكل ربما تحسن بكرات ثابتة، ربما تحسن بركلة جزاء، بخطأ فادح من الدفاع في ظل هذه الانضباطية العالية من كلا الطرفين. فواز سكور من الجانب الأيمن يرسل كرة عالية على ارتقاء، يأتي من جانب رافائيل دي سيلفا. ماركو جاليرمي لا مجال للأخطاء، لا مجال للأخطاء، لكنه في كرة القدم وكما يقولون دائما الأهداف
هي ناتجة عن أخطاء في مجمل حالاتها وفي معظم أوقاتها. يوسف جبلي على الجانب الأيسر، جبلي رايح لريناتو، كرة محاولة من لويس، اصطدمت، عادت كاري جودوين، غير مقصودة، لكن أيضا هو التدخل في كثير من التهور. لحسين القحطاني أو حسين المنصر، شوف ارتفاع مستوى القدم بهذا الشكل. أوه سليمة يا جودوين، طاقة صفراء أخرى، جودوين يقف، كثير التحدث مع فيكتور كاساي. خطأ مخالفة للوحدة، نقترب من الربع الساعة الأخيرة. ريناتو يرسل الكرة، لكن أيضا رافائيل، إيغور روسي، رافائيل، كل الكرات القادمة والمتجهة لمرمى الفيصلي تجد رافائيل أمامها أحمد أشرف. يكسب خطأ، تغيير أجرى شاموسكا، وتغيير أيضا أجرى كارينيو، وربع ساعة أخيرة ومتبقي، تغييرين لكل مدرب حتى الآن، ينتظر كل منهما لدقائق قادمة. حسين يعيد كرة للخلف، هذه المرة المبادرة لدى الفيصلي. إيغور خامتي يلعب كرة قصيرة، زوري يقراها، بيتشود ريناتو، جودوين، القرني والانطلاقة، محمد يبحث عن كاريك على الجانب الأيسر، جودوين وفي مكان المفضل، يعطي الكرة بينية، ركان، الله! هو ركان والوحدة غلا! ركان الشملان ياتي بالاول لفرسان مكة! الله 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 الله! ركان الشملان يعطي التقدم للوحدة! الشرايا، ركان الشملان يتلاعب بدفاع الفيصلي ويشعل الافراح لمدرج الوحده، الكل يتفاعل، شوف الكره من جودوين، الشملان اخذ في مشوار ووضع الكره في شباك ملائكه، لعيب يا ولد لعيب، هدف يعطي التقدم للفرسان، أحمر غلاب يشعل النار في ملعب النار، هدف مقابل لا شيء، يعطينا دقائق متبقية في غاية الإثارة. إنياكاتي، ارتباك في دفاع الفيصلي، الكرة لدى يوسف جبلي، الآن خذ كرة، الآن استمتع في ربع ساعة وأقل. يوسف جبلي نظرة، تمريرة، ريناتو قراها والكرة وصلت لدى جودوين. جودوين 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 يا جماعة، أي صناعة وركان، أي مرارة، أي مهارة، وأي مرور في الكرة الماضية، المهارة من ركان، المرارة للفيصلي، على هدف راية. اسمع 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 لهدير مدرج الوحدة، اسمع الآن أصوات هذا المدرج السعيد وهو يقترب من اعتلاء النقطة على 24. كرة
الكرة بتعود من كاري جودوين. ذكرت أن مكان المفضل قبل أن يعطي التمريرة المفضلة دائما ما كان يعطيها لدى نياكاتي. هذه المرة راكان الشملان يعطي هدف اطمئنان. يوسف الكرة طالت وصلت إلى مصطفى ملائكة. لا يمكن للقاء الفيصلي والوحدة أن ينتهي بتعادل سلبي. صادق على ذلك راكان واعطى التقدم للفرسان. كرة خاطئة، راكان يعطي كرة لدى نياكاتي. مر على كرة هدف ثاني بالذئب من يوسف نياكاتي. الوحدة هنا يشتعل، الوحدة هنا يبحث عن هدف ثاني. دقائق الوحدة، لحظات الفرسان، أبناء مكة يبحثون عن انتصار. جبلي هدف تأخر كثير حتى الربع ساعة الأخيرة ليعطي متغير في هذا اللقاء، ليأخذ المواجهة لمنعطف آخر مختلف عن ما كانت عليه في الدقائق الماضية. 11 دقيقة ممكن تشهد اندفاع للفيصلي، الأمر اللي راح يترك مساحات، وفي وجود لاعب بسرعة نياكاتي الوحدة يجيب ثاني. الآن على المرتدات وعلى انطلاقات ماركوس وعلى أيضا تواجد نياكاتي الوحدة قادر يجيب ثاني، خاصة في ظل اندفاع الفيصلي للأمام. شوف الكرة بالخطأ لعبت ويوسف نياكاتي أرسلها بعيدة لتمر. راكان الشملان ومهارة تلفت الأنظار. يقولون مصائب قوم عند قوم فوائد. غادر وليد باخشوين وكان كارينيو في غاية الغضب، وكان يامل ألا يغادر وليد باخشوين أرضية الملعب وهو ذلك المحور صاحب الثقل الفني الكبير في وسط الميدان، ليأتي بورقة راكان الشملان ويعيد بعد ذلك بشاري القحطاني بجانب محمد القرني، ويأتي راكان بهدف الانتصار. محمد قاسم آخر 10 دقائق، محمد قاسم على الجانب الأيسر يرسل كرة ريناتو خاطئة جبلي، وريناتو مرة أخرى. ريناتو يبعد الكرة بعد هفوة. إيغور روسي الفيصلي يتقدم بالكامل الأمام. الوحدة يعود والضغط يأتي من جانب يوسف نياكاتي. الأخطاء ممنوعة، تذكروا ما ذكرته بأن الوحدة إن جاء بالثاني سيكون مرتدا وسيكون بكرة عكسية في غياب دفاع. الكرة تأتي، محمد قاسم يبحث الظهير، الضغط من السكور، قاسم بكرة والتصدي بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. تبدو ركلة ركنية، تغير اتجاهها عبد العزيز الدوسري. زوت يأتي لأرضية الملعب. شاموس كلان يبحث عن حل، ولعل الدوسري يملك ما يبحث عنه شاموسكا. ركلة ركنية مع دقيقة 82. كرة تلعب عالية من لويس جوستافو ورأسية من إيغور إبعاد من عبد الله زوري. لا زالت المحاولة قائمة. ركان الشملان ياخذ كرة بشكل جميل. كاري جودوين بعد ذلك واصلة، لمسة أولى لدى عبد العزيز الدوسري، يعيد كرة للخلف واصلة لدى حسين آل نصر. شوف الكرة، شوف التقدم، شوف الكثافة العددية. هنا جوستافو، لا وقت هنالك من أجل التأخير، لا وقت أيضا من أجل البقاء في الخلف. زوري تدخل من عبد الله، يرى من خلاها من خلاله جورجي رينينج ساعد الأول. من أعطى الإشارة لفيكتور كاساي من أجل مخالفة وبطاقة صفراء على عبد الله زوري. ورقة صفراء على عبد الله زوري. عدد كبير من البطاقات
هذا التدخل من الزوري. حديث ما بين عبد الله وما بين جورجي رينك. هذا ستايل على النمر لكن مش على النمر. هذا راضي العتيبي بديلا لماركو جاليرمي، مدافع قادم من جانب كارينيو يبحث عن الحفاظ على النتيجة. راضي العتيبي بديلا لماركو جاليرمي، دخول ياتي لراضي العتيبي. لويس جوستافو على التنفيذ. لويس يلعب الكرة الثابتة عالية، ارتقاء ياتي من ايغور روسي لكن كرتها مرت الى خارج ارضية الملعب والى ركلة مرمى. حسرة واضحة على ايغور روسي لعدم استغلال الكرة الثابتة. شاموسكا خسارة ان ما جاءت محبطة. ايا كانت الخسارة، ايا كانت نتيجتها، ايا كان توقيتها، هي محبطة بكل احوالها. في كرة القدم ليس هنالك من مدرب يرغب في الخسارة. شاموسكا الذي كان يرغب على اقل تقدير ان يعود بنقطة من هنا من امام الوحدة. كان الشملان واربون محبة لقلوب الوحداويين، يقدم نفسه هنا من خلال هذا اللقاء. زوري كرة وصلت لدى ايغور روسي. استزنا الدقيقة 84، نلعب في الدقيقة 85. كرة بتلعب كاري كودوين، عرضية بينية على بعد من دي سيلفا. كل الكرات وبدت من دي سيلفا إلا كرة ركان، إلا كرة الشملان لم يستطع إبعاد دي سيلفا لتصل إلى شباك ملانكا. يحسب أيضا المهارة الفردية. محمد قاسم محاولة تدخل من راضي العتيبي، تشوفه من بعيد لكن أطول شوي من علي النمر اللي هو راضي العتيبي. عبد العزيز دوسري على الكرة، محمد قاسم يبحث عن إعادتها قبل الخروج. تصل لدى سكور، خطأ واضح من جانب لويس جوستافو. دقائق الأخيرة، الوحدة والحفاظ على النتيجة والوصول للنقطة 24 والعودة مرة أخرى للمقدمة. يقفز من المركز السادس ليكون ثانيا مؤقتا حتى لقاءات الغد. جدعاني في الوسط حاضر لدى خالد الغامدي. خالد يلعب كرة لدى الدوسري عبد العزيز لكن ريناتو وصلت لدى ويليام جونيور. حاول الفيصلي احمد اشرف، اشرف ياتي من خلفه من هنالك محمد قاسم. كرة قاسم اصطدمت، يطالب بخطا. كسا يمر بالاستمرار، سوري تعود كور روسي والخطا ممنوع ولكن دي سيلفا ياخذ الكرة بتوقيت مناسب. 52 فيصلي يملك الكرة اكثر لكن النتيجة للوحدة. ما فائدة الاستحواذ والنتيجة ليست بجانبك؟ الكرة تلعب من الغامدي. عبد الله جميع العناصر الأمام من جانب الفيصلي، محاولة وبكورة خطيرة لا زالت في مكان جوستافو. بضيع على الفيصلي الكرة الماضية مرت
من أمام مرمى عبد الله الجدعاني. كان بالإمكان أن يكون هدف التعديل، لكن الكرة بعد ذلك مرت إلى خارج أرضية الملعب وبعدت. شوف شموس كاب ماسك راسه يتحسر على كرة هدف من أحمد العنزي وأيضا من عبد العزيز الدوسري. مخالفة، كرة ثابتة، ركلة حرة مباشرة ما قبل النهاية بدقيقتين. لويس جوستافو، الصافرة جاءت، الكرة بتتعلى، الزوري وصلت لدى قاسم، أرضية وبتمر. مرت من أمام إيغور روسي ومرت من أمام مرمى الوحدة. وقول عبد الله الجدعاني سلامات، شوف الكرة التي لعبت وصلت لدى محمد قاسم، فضل أن يرسل الكرة بهذا الشكل لتمر من أمام إيغور ومن أمام الجدعاني. هل لامست أحد لاعبو الوحدة؟ تبدو كذلك. هذه كرة أحمد العنزي ولويس جوستافو، وراضي العتيبي تدخل ليبعد الخطر. يوسف نياكاتي، الكل عائد، لا أحد في الأمام. بوتية، الكرة وحدوية واصلة بقوة. خطأ، ينتظر لاعبو الوحدة من أجل قتل بعض الثواني، من أجل إهدار بعض الثواني، ولا ينتظر لاعبو الفيصلي. هنا السعداء، هنا مدرج الوحدة، يقول لك على الرايك، يقول يا وحداوي على الرايك. أسلوبهم، أدائهم، حضورهم على الرايك، هو كذا الوحدة رايك. ولما يكون في يومه بلا أدنى شك أنه يسعد عشاقه وأنصاره، ويا له من كثر. لا يغرك الحضور الجماهيري اللي تشوفه في المباريات، هنالك كثير من عشاق الوحدة خلف الشاشات يعشق هذا النادي، يحفظ تاريخه، يعرفون قصصه وأسراره، خاصة من كبار السن. تذكر الوحدة، أيام الوحدة، سنوات الوحدة. واحد يقول لي ذكرت ناصر وذكرت عيسى وذكرت ايضا مختار وتنسيت عبيد الدوسري. روح على عبيد، وايام عبيد الدوسري وسنوات عبيد الدوسري، ذلك الاسمراني الرائع في هجوم الوحدة والاخضر السعودي. الله على ايامك يا عبيد. كرة بتلعب، يوسف نياكاتي، ركان يبحث عن جودوين، شملان يقع، يكسب بعد ذلك خطأ. محمد الصياري بديلا يأتي بهذا التوقيت. يوسف نياكاتي يغادر ويترك أرضية الملعب. بين الدوسري هداف الدوري في 98. هنا ورقة صفراء أيضا منحتها الجدعاني بداية التأخير. بيت هداف الدوري في 98، هداف الأخضر وهداف الوحدة. عيسى المحياني هداف الدوري في 2006. ناصر الشمراني هداف الدوري 5 مرات، 2008، 2009، 2011، 2012، 2014. كل هذه الأسماء وحداوية وجاءت من الوحدة. صافرة أخرى لكان الشملان، هذه بالمجان، ما كان لها داعي أبدا. ركان لما تتذكر هذه البطاقة راح تتذكرها مع تراكم البطاقات بعد فترة، تقول في بطاقة ما كان لها داعي، في بطاقة كان بالإمكان
لك ما تتحصل عليها. هذه اللي بالمتجر. خلاص دقيقة ونصف متبقي على نهاية الوقت الأصلي أو دقيقتين ونصف. يتفوق الوحدة بهدف ركان الشملان. الفيصلي حتى الآن لا يفقد الأمل، لا يرمي المنديل، ينتظر التعديل. شوف عاط الموركي وشوف مدرجة. لا يعطي الصحة والعافية. واحدا من رواد المدرجات ومن رواد التشجيع في المملكة العربية السعودية. عاط الموركي. ويليام جونيور. محمد القرني على مرور بهذه الصورة وبعد ذلك جودوين وانطلاقاته. جودوين يقع، أحمد أشرف خطأ، يكسب معها مخالفة للفريق الوحداوي. انتصار آخر يحمل الرقم الثمانية للوحدة والخامس بين جماهيره وعلى أرضه. محمد القرني على الكرة الثابتة. حمل السعر الأمساوي البديل الذي جاء للتو. شاري تعود لدى عبد الله الجدعاني. حاولت ابقاء الكرة اطول وقت ممكن. وصلت لنادي سيلفا. الثواني الأخيرة، اللحظات الأخيرة، وربما الفرصة الأخيرة. ريناتو لدى الوحدة. ريناتو يعطي الكرة لدى سكور. تحت فرصة استمرارية للاعب. أسكور لدى راضي العتيبي. راضي لدى سكور. محاولات استنزاف الثواني. الوحدة هنا في الشرايا يحقق فوزا آخر. الفرسان إلى المرتبة الثانية. الوحدة بهدف ركان يحقق فوزا آخرا. الوقت انتهى. الصافرة لم تأتي من جانب فيكتور كاساي. يعطي بعض من الثواني. الكل يتقدم من جانب الفيصلي. الكرة في الوسط. حسين علي بنصر يلعب كرة عالية ولكنه بوتية يبعدها إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية. الكل يتقدم بما فيه ملائكة. مصطفى يتقدم من أجل كرة أخيرة من أجل الركنية. مصطفى ملائكة يتقدم. لاعبو الفيصلي في الأمام لكرة أخيرة، للقطة أخيرة. يشير لست دقائق كارينيو يقول له ستة يا كساي، انت احتسبت خمسة والآن ستة. جوستافو عالية، الكرة أبعدت. الليلة انتهت. القصة وحداوية واللقاء لا زال مستمرا. الآن انتهت، خلاص انتهت. لا والله لسه. راضي العتيبي انطلق وبعد ذلك هنالك صافرة وربما يشير لوجود تسلل حكم اللقاء. ايش فيها يا كساي؟ خلاص هي انتهت ايها السيدات والسادة. الوحدة في الشرايا يصل الى النقطة 24. فرسان مكة لا يعرفون الخسائر في الجولات الخمس الأخيرة. أفراح وحدوية وانتصار آخر هذه المرة على حساب الفيصلي. نال بطاقة حمراء أحد مساعدي كارينيو. البطاقات كانت تتوزع في كل اتجاه. أفراح في جانب ونقاشات في جانب آخر. ليلة كانت مثيرة في آخر دقائقها وفي آخر لحظاتها في الشرايا. ركان الشملان هو العنوان هنا في لقاء هذا المساء. من جاء بديلا لوليد باخشوين. هدف مقابل لا شيء للوحدة على الفيصلي في الأسبوع
13 لدوري كأس سيد الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. القصة انتهت، مبروك للوحدة، هارد لك للفيصل، على أمل اللقاء بكم في مواعيد كروية قادمة. ملان مع هذه اللقطات تحاول الزملاء في الاستوديو.